بسم الله الرحمن الرحيم وبستعين وصلي وأسلم على نبيه الكريم. عندي فقط بعض التوجيهات خصوصا للطلبة الذين اتصلوا بي بكثرة، المترشحين خصوصا أو الذين نجحوا في امتحانات الكتابية ومروا إلى الامتحانات الشفوية الخاصة بأطر الدعم التربوي، إذا تعلق الأمر بالملحقين التربويين أو الملحقين الاجتماعيين، وهذا الأمر يلامس كذلك الملحقين الاقتصاديين كذلك والإداريين. في أي امتحان شفوي يتعلق الأمر كذلك بانتقاء، سينتقون من بينكم أفضل العناصر التي بدت للجنة على أنها من طبيعة الحال أفضل من غيرها. هنا يجب أن تكونوا يعني في مستوى تطلع أنفسكم وفي مستوى تطلع كذلك اللجنة. راكينين فينا الناس اللي تعرفوا في هاد اللحظات نقدروا نقولوا بهاد اللغه ديال تبيع عشره، تعرفي بيع راسو واحد اللحظه اللي هي حرجه، وكاين اللي يقدر يكون حسن منه في التخصص وما يقدرش يبيع راسو، ما يعرفش يبيع راسو في هذيك اللحظه ديال الامتحانات الشفويه. المهم رغم ذلك اللجان تسعى تكون يعني اوبجيكتيف، تسعى تكون موضوعيه، لذلك ستراعي على الاقل ان تتناول أو تقيم الشخص على المستويات التالية. أول شيء الذي يقيم دائما في امتحانات شفوية هي شخصية المترشح، وشخصية المترشح هي جماع مكونات شخصيته، بمعنى بجانبه المعرفي على العموم، بجانبه التوازن النفسي الوجداني، بسلوكاته أثناء الاختبار، بهندامه وشكل لباسه، كلها هذه العناصر توحي بنموذج معين لهذه الشخصية التي تجلس أمام اللجنة. لذلك وجب أن تكون أو يكون هذا الجانب جانب إيجابي، أن يكون عرض الشخصية أمام اللجنة عرضا إيجابيا. إذن وهنا المداخل لكي تقنع هي حركاتك كلها، يعني عندما أقول حركاتك المنطوق من كلامك يجب أن يكون منطوقا بلغة سليمة، تعلق الأمر بلغة عربية أو فرنسية أو إنجليزية أو حتى لغات أخرى إن كنت تتقنها وأردت أن تبلغ أن تقول للجنة بأنك عندك كفاية أخرى لم تطلب في المباراة ولكنك تمتلكها، يمكن أن توظفها كذلك في عملك داخل المؤسسة أو في التعاقد مع مؤسسة وطنية أو مؤسسة أجنبية كذلك، يعني في إطار ما يسمى بالشراكات في بالنسبة لأطر الدعم التربوي على العموم. إذن القدرة على التعبير بلغتك، القدرة كذلك على التعامل مع كل وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة، هذا الجانب أساسي يجب أن تركز عليه. هناك كذلك جانب آخر وهو مدار عملك وتخصصك. إذا كنت في علم النفسي وكنت في علم اجتماعي أو كنت في الفلسفة، فاعلم أنهم وضعوا في اللجنة متخصص في علوم التربية، والمتخصصون في علوم التربية على العموم تكون عندهم هذه الخلفية المتعددة، بمعنى أنهم يكونون ذو خلفية فلسفية أو علم اجتماع أو علم النفس، أو تكون عندهم كلهم في بعض الأحيان، إن تكوينهم تكون متنوع. فيمكن يعني أن تطرح عليك أسئلة تهم مجال تخصصك، اللي هو مثلا الدعم الاجتماعي ولا الدعم التربوي أو لا في الاقتصاد أو في التدبير إن كان يتعلق الأمر به. إذا هذه الأمور يجب أن تركز عليها، يعني أشني وظائف ديال الملحقين التربويين، يعني كنت ملحقا تربويا وظائف الملحق تعاود هذاك الشيء تكلمنا، يعني تعاود وتقراه مرة أخرى لأنه مهم وغادي تطرح في الأسئلة، عاودوا ركز عليه وتصنتوا الشريط اللي قلت لكم راه غادي ينفعكم أكيد، إضافة إلى الجانب الشخصي ديالك عاود قرا داك الشيء اللي تكلمنا عليه. هنا كما قلت لك الكفاية التواصلية فيها شيء مهمة، كيفية التواصلية هي كيف تظهر أنت هذه الشخصية أمام اللجنة. إذا عندك اللغة السليمة، عندك إمكانية الأولى وهي قبول الرأي الآخر، ما تكون زربان ولا تكون زبانة، تكون تفهم بزاف، لأنه راه تكون جالسين الناس اللي كبر منك في السن وعندهم تجربة عليك ودازوا من المرحلة ديالك،
وكاين بعض الطلبه فيكم اللي تيكون شي جزربان وفاهم كلشي حتى حد اللي قدامه ما فاهم وما عارفينش هذيك اللجنه ولا فتيبان داكشي من خلال الكلام ديالو امام اللجنه قبل ما تتكمل اللجنه السؤال تينوض هو بالجواب ولا لا عرفت هذيك كيف قريتها اي هذيك لا سيدي اسكت سمع اولا الاستماع سمع لانه بتوظف عملي كفايه السمع راه كفايه الاستماع كفايه بتوظفها كذلك في العمل تاعك اذا كنت انسان لا يستمع حتى في لحظتي قبل توظيفه فستستمع بعد توظيفك هذا امر انتبهوا له كذلك اعطي القدره للاستماع حتى في عندما يخالفك في اللجنه انسان ما عنصر ما استاذ ما فاستمع اليهم وحاول ان تناقشه بهدوء مركزا على الجانب الموضوعي لا على الجانب الذاتي في تدخلاتك المختلفه طبيعه الحال المعايير التي يعتمدها هي معايير مختلفه كي قلت لكم القدره على الاستماع والانصات للاخر القدره على التكيف مع الوضع الذي انت فيه القدره على تكييف اللغه مع المجال الذي انت فيه كذلك مدى منطقيه الافكار التي تقولها ومدى ترتيب هذه الافكار وتنظيمها اثناء حديثك وقدرات متعدده كالفهم كالتحليل كالتركيب وما الى ذلك ممكن ان تظهر ببساطه ممكن ان يعطوك حتى حاله معينه تفكر فيها ويعطوك بعض الدقائق لتجلس وتفكر في كيف تحل هذه الحاله لا تنسى انك ستوظف في قطاع التربيه والتكوين واكيد انه قد يسالونك عن بعض ما له علاقه بهذا القطاع بما فيه مرسومكم الذي وظفتم به وبما فيه القرار الذي خرج في 4 نوفمبر 2020 والذي يحدد مهامكم بما في هذا القرار ممكن كذلك ان تسال عنه وان تسال عن مهامك فراجعوها بشكل مفصل وحاولوا ان تبدعوا فيها إضافة إلى قدرتك على التعامل مع الحالات الحرجة التي قد تطرح أمامك حالة حرجة قد يضعونك أنت في موقف حرج وجب أن تتعامل معه برزانة وبهدوء مستحضرا ماذا كل ما تعلمته في هذه في الجامعة كل ما تعلمته أثناء هذا التكوين الذي كان ربما ذاتيا أو كان في مركز من المراكز بغية إيصال رسالة للجنة مفادها أن الشخص المناسب في المكان المناسب قولوا ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.